أول حاجة نبشر مواطنين الجزيرة على دخول هؤلاء الأبطال لهذه الأراضي. نحن جينا لأهداف بإذن الله في خلال هذه الأيام هتظهر لكم في الميديا وهتظهر لكم بيان بالعمل وهتظهر لكم في القنوات وبإذن الله هتشوفوا مننا شغل بيختلف. أنا هنا كقوات عمل خاص قوة معروفة يعني في كل المدن وفي كل المناطق شغلها معروف. إنذارنا في المناطق اللي نحن فيها الآن كلامنا والله نحن ما بنقول يا أخي سري ولا ما سري، نحن شغلنا أينك فوقه بتركب فوقه. العمل الخاص الآن داخل هذه المناطق أو داخل هذه المدن وبنية تدمير التمرد ومدعوين التمرد. كلامنا والله ما كثير، كلامنا ما كثير، الشخصيات دي برا بتكفي. ما أكبر 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 بإذن الله ضبع ربط نجيبه. هاي والله منتظرين بس الإشارة والزمن، وإحنا زمن ما عندنا يعني تحت أي لحظة يتوقع يا دعامي تلقاني قدامك. تحت أي لحظة تتوقع يا مداون نجيك ونخمشك. نحن المداونين ديل ما يعني ما زاد أهمية بالتلفون ممكن نجيبك. نحن كلامنا مع الدعم السريع القوة المتمردة في هذه الولاية ولاية الجزيرة. والله نواياتنا لك شينا انت وناسك المعاك واي متعاون معاك معلوماته معانا، معلوماته معانا. يعني اي زمن نحن دورنا اي زمن دورنا او جاتنا التعليمات انه نبدا شغلنا باذن الله شغلنا يعني مما بدات الحرب بشغل الدون اليوم ما كلف معانا اسبوع او 15 يوم وباذن الله نحن والله جاهزين وبعزيمة هؤلاء الرجال. الله أكبر.